نحتفل بالدورة 22 للمهرجان الوطني للمسرح اللي كان غائب للأسف منذ 2019 أعتقد في ظل الظروف الصحية اللي كنا نعيشها في المغرب، ولكن الحمد لله اليوم هذه العودة إلا هي عودة بعد فرح المنتخب الوطني اللي فرح المغاربة كلهم. المسرح اللي دائما كان كيفرح المواطن المغاربة كلهم هو يعود اليوم باش يحتفل كذلك بالمسرحيين وبالفنانة والفنانات المغربيات. عودة كذلك لأن وزارة الثقافة كتعطي أهمية خاصة لهذا المجال، وكان واحد الدعم مستمر. نقدر نقول لكم بأن في هذه السنة بالخصوص في إطار يعني المعاناة اللي كانوا كيعانيوها الفنانات والفنانين والمسرحيات والمسرحيين بالخصوص يعني يعني الميزانية اللي كانت مخصصة للمسرح دبلناها، وصلنا لتقريبا 40 مليون درهم الموجه للدعم للمسرحيين، زائد بالطبع الدعم اللي كينعطيو للمسرحيين اللي كيمثلوا المغرب خارج ارض الوطن واللي كيجيبوا يعني نتائج جد حقيقه كتفرح المغاربه. المسرح كيف ما كتعرفوه عنده واحد الدور اساسي جدا بالنسبه لاي مجتمع وبالنسبه للمجتمع المغربي بالخصوص. علاش؟ لان زائد المتعه اللي كيقدمها المغاربه المواطنات والمواطنين، الا بالعمل المسرحي كنعتبروه يعني واحد العمليه مهمه واب الثقافات، هو عمليه مهمه بالنسبه للحياه ديال الشباب والشابات في العموم وديال المواطنات والمواطنين بالعموم. لهذا نحن اليوم في وزاره الثقافه في اطار يعني كنوجدوا واحد استراتيجيه اللي غتقوي الوجود ديال المجال المسرحي عند المغاربه، وخاصه حتى اليوم كنتكلموا على 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 الفنانات والفنانين اللي هم عندهم واحد الوجود وطني، ولكن حتى الهوات حتى المسرح الاحياء اللي خصنا نعطيه واحد الحياه جديده باش يكون حاضر في الحياه اليوميه ديال المواطنين والمواطنات في الاحياء ديالهم. شكرا. مساء الخير. انا جد فرحانه ومسروره بهذا التكريم هذا اللي هو في الحقيقه ما هو الا اكسجين باش نعطيو الاكثر ونعطيو الاجمل ما عندنا في المسيره الفنيه ديالي، وبالخصوص كنهدي هذا التكريم ديالي لجميع التقنيين اللي اشتغلوا معايا والمخرجين والمؤلفين اللي اشتغلوا معايا في المسيره الفنيه ديالي، وكنهدي بالخصوص كذلك لرفيق دربي وزوجي الاستاذ عاجل عبد الاله ولابنائي اللي صبروا معايا. كذلك كنشكر وزارة الثقافة على هذه الالتفاتة الكريمة، وأخص بالذكر المسؤولين والأطر في قطاع الثقافة والتواصل والشباب. فشكرا لكل من فكر في تكريم نجوم الزهرة، وهذه ما هي إلا البداية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنت واجد في مدينة تطوان بالضبط في مهرجان ديال المسرح مهرجان الوطني. اليوم انا كنتكرم وانا جد فرحان، وكنتكرم مع مجموعه من الاصدقاء ديالي نجوم التلفازه والمسرح، وهذا التكريم هذا الا واعتراف ورد الجميل، والفضل كله كيرجع لوزاره الثقافه اللي هنايا الام الوصيه ديالنا. تحيه كبيره لوزاره الثقافه معيتها وزير الثقافه ومديريه الفنون وجميع من ساهم بإنجاح هذا المهرجان، وهذا هو الافتتاح وداز مزيان والحمد لله. ما كذبش عليك، هذا بالنسبه لي هذا التكريم هو لحظه من لحظات الاعتراف على مسار طويل اللي كان اكثر من 40 سنه ديال العمل وديال الاجتهاد وديال المعاناه، فاللي عطى واحد الثمار ديال مجموعه من الاعمال السينمائيه التلفزيونيه اذاعيه مسرحيه. فكان اكثر من 45 مسرحيه ماشي سهله في هذه المده كامله اللي تعرضت مجموعه من خشبات المملكه المغربيه، وكذلك تعرضت خارج المغرب سواء على الصعيد العربي او على الصعيد الدولي. فهذا التكريم عنده واحد الخاصيه في قلبي لانني تكرمت داخل المغرب وتكرمت كذلك خارج المغرب، كذلك تكرمت في مصر، ولكن هذا التكريم هذا في هذا المهرجان الوطني للمسرح فعنده واحد الخاصيه بالنسبه لي، لانه هذا هو المهرجان الوطني الوحيد والاوحد اللي عندنا في هذه المملكه المغربيه، وخاصه انه في الدوره ديالو 22 بعد ما اجتازينا واحد الفتره صعبه ديال جائحه كورونا لسنتين ان ما تنظمش هذا المهرجان وكاع القاعات اغلقت. الان رجعت الحياه ورجعت الحياه للمسرح والخشبات ورجع المهرجان ديالنا في الدوره ديالو 22. فهذه الالتفاته نبيله تنشكر عليها الايادي البيضاء اللي فكرت فيا وكرمتني، وعلى راسهم السيد وزير الثقافه والشباب سي استاذ الجليل سي محمد بن سعيد، وكذلك اداره المهرجان. فشكرا لهم، شكرا وتحياتي
تنشكر جميع الناس اللي تعاملت معهم ولا تعلمت على يدهم ولا ساعدوني في اي خطوه كيفما كانت سواء من قريب او من بعيد، فانا جد شاكر وانا تنهدي لهم هذا التكريم. فكذلك تنهدي كذلك للاسره ديالي والزوجه ديالي اللي تتعب معايا دائما ودائما في جنبي، فشكرا لها، لان الفن ماشي سهل، وباش تلقى زوجة انها تكون معك في المحن فهذا دور كبير. فتحية للمرأة المغربية من خلال الزوجة ديالي، تنشكرهم جميع نساء المغرب، تنشكرهم بزاف، وتنتمنى نكون في تطلعات الجمهور المغربي. أولا السلام عليكم في هذا المهرجان الوطني لمسرح تطوان، كنشكر عليه هذه المدينة والسلطات المحلية وعلى رأسها وزارة الثقافة والسي وزير الثقافة وجميع الأطر وجميع كل من ساهم في التكريم هذا في هذه المدينة الجميلة عروس الشمال، فالتكريم الجميل اللي كيحس به الإنسان وهو في حياته، فهذا شرف وتشريف. وكنشكر مدينة تطوان اللي درنا فيها الذكرى ديال التكريم، وشكرا للجميع.